يعني تعالي بالوقت الذي تسعى به الوزارة جاهدة لتحقيق المحافظة على ما تحقق من معدلات إنتاج، وأيضا ساعية بزيادة هذه الطاقات لخدمة المواطنين. للأسف تعرضت المنظومة بمحطات متعددة كمحطة الرميلة، محطة الهارثة، محطة القدس، محطة الصدر الغازية وكركوك الغازية وعدد كبير من الوحدات التوليدية لانفصال بهذه الوحدات عن المنظومة بسبب ارتفاع مستويات الجهد. مستويات الجهد أقصد بذلك الفولتيات، وهذا بسبب عدم التزام بتحديد محافظة الناصرية بحصة المقررة لهم من الطاقة، بما لا يستوعب لا شبكات النقل ولا الخطوط الناقلة ولا شبكات التوزيع. يعني بصراحة بغية 60 ميجا وات فقدت المنظومة 7000 ميجا وات كانت بأمس الحاجة لأي ميجا وات واحد. كان من الممكن أن نحافظ على المنظومة لو لم تكن هذه 60 ميجا وات أو 70 ميجا وات ضاغط على وضع المنظومة والمحافظة. طيب سيد أحمد، في بيانكم الذي صدر أنتم عزيتم هذا الانقطاع عن عدم وجود ترشيد للطاقة، كيف يمكن التجاوز لطالما التوزيع والسيطرة على الطاقة من وزارة الكهرباء؟ أي بمعنى هناك أجهزة مخصصة لإعطاء كميات محددة إلى المحافظات الجنوبية، يعني كيف تم التجاوز؟ شوف لو سمحت أستاذ علي، أولا ما ذكر تقريركم انطفاء تام للمحافظات الجنوبية، ولم يكن الانطفاء تام، إنما كان الفصل لوحدات توليدية بطاقة 7000 ميجا وات هذا أولا. ثانيا المحافظات التي ازداد الطلب على الحصة المقررة لهم من الطاقة بسبب رفع مناولات الحماية من تلك المحطات ومن تلك الخطوط وبقرارات من حكومات محلية، عادة ما تحمى محطات الطاقة وخطوط نقل الطاقة والمحطات التحويلية تحمى بأجهزة الحماية البروتكشن ومناولات تحت الذبذبة. رفعها من المنظومة هو ما يعرض المنظومة بالكامل للانطفاء التام كما تعرضت له المنظومة قبل أسبوعين تقريبا، وبالتالي